فاطمة مصباح أستاذة تربوية لا تتوانى عن تقديم المساعدة في الأنشطة المدرسية المشاركة في المهرجان السابع للمرأة المغربية المقاومة، مهرجان يشيد بعمل المرأة المغربية بجانب الرجل إبان الاستعمار الفرنسي. أبدا كنجيو أنا والتلاميذ ديالي كنكونوا وراء الكواليس لتحضير المهرجانات الوطنية ومنها المهرجانات للمرأة القومية. المهرجان اختار هذه السنة الاحتفاء بالفقيدة أميرة المنفى للا أمينة المزدادة بمدغشقر إبان نفي والدها المغفور له محمد الخامس، فكان لها الجهاد ضد المستعمر الفرنسي سبيلا. صورة الوفاء وصورة التشبث بتربة الوطن وصورة الانتماء الفطري للمقدسات العليا كما تمثلها أجيال معركة الحرية والاستقلال. للا أمينة باختصار يعني حقيقة أدت لهذا الوطني خدمات جلة، لا في الميدان الاجتماعي ولا في الميدان الإحساني ولا في الميدان الرياضي رحمة الله عليها. مهرجان المرأة المغربية المقاومة جاء تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة، فرصة لاستحضار المنجزات والخطوات الجليلة التي قدمتها المرأة المغربية المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، وخير مثال لذلك ما جسدته لالا أمينة رحمها الله.